أعلن البرتغالي كريستيانو رونالدو مساء اليوم الاثنين نبأ صادم لجماهيره حول العالم، وكشف رونالدو عن وفاة أحد طفليه حديث الولادة من صديقته الأسبانية جورجينا. وكان رونالدو ينتظر توأم من صديقته، حيث أعلن عن خبر حملها قبل عدة أشهر، لكن كشف اليوم عن وفاة ابنه. وكتب عبر حسابه على انستغرام: ببالغ الحزن نعلن وفاة طفلنا. وتابع أنه أكبر ألم يمكن أن يشعر به أي والد، فقط ولادة طفلتنا تمنحنا القوة لنعيش هذه اللحظة ببعض الأمل والسعادة. نود أن نشكر الأطباء والممرضات على كل الرعاية والدعم المقدمين. نحن نعيش لحظات عصيبة ونطالب بالخصوصية في هذا الوقت الصعب للغاية. واختتم بيانه الرسمي موجها رسالة مؤثرة: ولدنا، أنت ملاكنا، سنحبك للأبد.